هذه الآية الكريمة والتي فيها قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم هي من نفس السياق، سياق ذاته الذي كان موضوعه هو تحويل القبلة. نعم. ويوضح يعني الإيمان هنا بمقصود به الصلاة، ويوضح هذا حديث صحيح في قرينة، يعني حديث صحيح في البخاري وغيره. نعم. وهو حديث البراء الذي رواه أبو إسحاق السبيعي عن البراء، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث بعد أن هاجر مكث 16 شهرا. نعم. أو 17 شهرا يصلي قبل بيت المقدس، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. ويعني لما حولت القبلة يقول إنه صلى، كان أول صلاة صلاها صلاة العصر. نعم. فخرج رجل ممن صلى معه إلى القبلة ومر على أهل مسجد وهم يصلون، فقال أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت. ثم يذكر في نفس حديثه وهذا الشاهد يعني يقول وقد يعني مات رجال كانوا يصلون نحو القبلة الأولى وقتلوا. طبعا قتلوا هذه فيها كلام يعني للشراح، يعني المهم أن هناك أناس ماتوا على القبلة الأولى، يعني فلم ندري ما نقول فيهم، يعني كيف يعني معناها القبلة الصحيحة هي هذه الكعبة، فكيف الذين صلوا على القبلة السابقة؟ فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. هو هكذا شرح الصحابة. نعم نعم نعم. ولهذا البخاري لما ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان من صحيحه، نعم، ذكره في الأبواب ضمن الأبواب الكثيرة التي يستدل بها البخاري رحمه الله تعالى على أن العمل جزء من الإيمان. فبوب في كتاب الإيمان قال باب الصلاة من الإيمان، لأن الله سماها في هذه الآية إيمانا. نعم. فمعناها الله سبحانه وتعالى أرأف من أن يحاسب الذين صلوا إلى القبلة الأولى ويبطل ويرد صلاتهم ولا يقبلها، ولم يكونوا قد أدركوا تحويل القبلة، يعني لأن نعم. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ويقول في آيات التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فيضيع إيمانكم يعني يرد عليكم صلاتكم.